اولا اليوم بالفعل ظهرت واحد العدد ديال الملفات ديال الفساد اللي اصحابها يعني مسؤولين عليها راهم وراء القضبان اليوم في انتظار المحاكمه ديالهم. بالفعل الشعب المغربي كله متبع بواحد الاهتمام كبير لانه الفساد ولا بحال واحد الغول كيتغلغل في كل الدواليب ديال الدوله. مع كل الاسف الفساد ماشي غير على مستوى في مجال التجاره او هذا، ولكن وصل حتى المجال السياسي، لان هادو واحد الناس اللي دخلوا المجال ديال السياسه واللي تبين بانهم يعني جزء من واحد المافيات ديال المخدرات وديال التجاره في البشر، واحد المصائب اللي هي يعني مخجله ولا علاقه لها بالقيم الرافعه اللي كيرفعها اللي كيحملها الشعب المغربي واللي بين عليها في الزلزال وفي غير الزلزال. ولهذا اللي كينتظروا المغاربه هو انه هاد الحمله هذه تسفر عنها استراتيجيه وطنيه لمحاربه الفساد بكل اشكاله، ونساليو مع هاد الشيء ديال الريع وديال الافلات من العقاب، واننا نبنيو دوله الحق والقانون، واننا نصلحوا نظام العداله ويكون بالفعل نظام ديال العدالة اللي هو منصف ويكون نزيه ومستقل. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ لأنه شفنا بعض الملفات كانت ديال الفساد كبير تم الحكم على أصحابها بسنة غير نافذة و10 ألف درهم ديال هذا، والسيد ضرب 17 مليار 18 مليار، حنا كنحكموا عليه ب 10 ألف. إذا بحال اللي فيها هذا الحكم هذا كيشجع على الفساد وعلى تبديد الأموال العمومية. هذا الشيء شفناه في رؤساء جماعات وغيرهم. اللي خاص هو انه يعني احنا نطالب بالمحاكمه العادله، وكنعترفوا بان خصنا نحترموا قرينه البراءه، ولكن ملي كيتبت بان كاين هناك جريمه كبيره واختلاس اموال، خاص كل هذيك الاموال كلها والممتلكات ديال هذا المفسد انها ترجع للخزينه ديال الدوله. هذه الاولى. ثانيا انه تكون العقوبه موازيه للجرم الذي اقترف، لانه هذه بضعه اسابيع تم التصويت في البرلمان على قانون ديال العقوبات البديله، انه اللي عنده شي فلوس يقدر كاع ما يحط كاع رجليه في الحبس، انه ملي غيتم الحكم عليه يمكن ليه يشري الحريه ديالو يبقى عايش حر ويخلص. وهذا الشيء انا قلت علاش داروا هاد الشهور اللي قبلها، هذه بضعه اسابيع، يعني بحال شي حاجه استباقيه لهذا الشيء اللي واقع دابا. حنا ما بغيناش نشوفوا هاد المجرمين كيتمتعوا بالعقوبات البديله. بالفعل حنا بغينا محاكمه عادله، ولكن بغينا عقوبات تستجيب باش نردعوا كل مافيا بغات تجي تستقر هنا في المغرب، المتاجره في البشر ولا في المخدرات ولا غيرها ما يجيوش عندنا. ثم الفساد راه مكلف بالنسبه للدوله، وتبديد الاموال مكلف، راه تقريبا 10% من الناتج الداخلي الخام، يعني 120 مليار ديال الدرهم كتمشي كيدوها هاد الناس. هادي راه اموال طائله يمكننا نبنيو بها مشاريع، نهوض المدرسه العموميه، نخلصوا الاساتذه، نزيدوا 5000 درهم في الشهر باش يمكن لينا نشجعوهم باش نهضوا بمدرستنا، نوليو حتى حنا بحال الناس المتقدمين، ما نبقاوش نجيو حنا الاخرين في الصف خاسرين كما وكيفا. حنا بغينا ننجحوا كما وكيفا، ونبنيو ذاك المواطن المستقل ديال غدا اللي ناجح وينجح معنا المغرب الديمقراطي اللي فيه العداله الاجتماعيه وفيه العداله بمفهوم ديالها الشامل. هادشي واش غادي يرجع الثقه؟ المغاربه ما بقاوش كينخدعوا بواحد مسلسل، راه خصك دير فيلم عنده بدايه وعنده نهايه، يعني انك خصك دير استراتيجيه وتاثرها بالقانون باش اللي فرط يكرط. هادشي اللي كاين، خص اصلاح شامل وشمولي ديال نظام العداله. احنا شفنا المباراه ديال المحامون فيها الخواض، ما يمكنش. راه شفنا بعض القضاه، انا ما كنعموش لانه كاين قضاه اغلبيه نزهاء ومهمين، ولكن كاين بعض القضاه اللي مازالين قضاه ديال التعليمات واللي حكموا على الشباب ديال الريف وهذا الشيء. ولهذا احنا لا، احنا بغينا نكونوا كلنا متساوون امام القانون، واننا ننتقلوا الى الموقع ديال المواطنه الكامله كاملين. كل مواطن عنده عليه واجبات وعنده حقوق، ونتقدموا باش نبنيو دوله الحق والقانون، ماشي نبقاو كل مره نطلقوا مسلسل نديروا فيه حلقه وحده ونحبسوه. لا، ماشي هذا الشيء اللي خاص. خاص اصلاحات دستوريه لفصل السلطات، خاص اصلاحات سياسيه باش تولي المؤسسات ديال الدوله ذات قيمه، خاص ربط المسؤوليه بالمحاسبه، خاص اصلاح القوانين ديال الانتخابات. ما يطلعش المكلخ، ما يطلعش الشفار، ما يترشحش ممنوع من عن كليان، ما كاينش هذا الشيء. اللي ما مخلصش ضرائب ما يدوش، نشدوه تما يخلص ضرائب ديالو ما يترشحش. ثم خاص اصلاح قانون الاحزاب، ثم ان الاحزاب خاصها تكون مستقله وعندها برامج. لا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. حنا ولينا اضحوكه لان كنبخسوا العمل ديال المؤسسات، ولا مثلا البرلمان وهاد الغرفه ديال التسجيل ما فيهاش ناس اللي قادره دير المراقبه ديال العمل، الحكومه ما قادراش انها يعني دير التقييم
والمتابعة ديال السياسات العمومية ما قدرش تشرع لصالح هذا الشعب. واش حنا محتاجين نديروا دابا العقوبات البديلة؟ هذه هي الأولوية ولا خصنا نصلحوا قوانيننا ونصلحوا القوانين كلها، القانون يعني القانون الجنائي، وأننا نتقدوا مع بعض المعاهدات والعهود اللي المغرب يعني وقع عليها، نقادوا مع التشريعات الوطنية. خصنا نصفوا المرأة المغربية ونديروا قانون أسرة اللي هو ديمقراطي فيه المساواة. هادشي اللي خصنا نعملوا. اللي خصنا هو ما تبقاش تصنع الأحزاب عند الطلب. أحزاب كتجي نتيجة واحد الضرورة مجتمعية، الناس اللي هما كيناضلوا واحد ليديال، باغين مغرب فيه ديمقراطية، توزيع العادل للثروة، باغين فيه مساواة، باغين فيه الحريات، باغين فيه كذا، كيمكن يتجمعوا ويمكن لهم يأسوا حزب. كل دولة كدير القوانين، جمعتي 500 الناس ولا 5000 وتكون موجود في 5 الجهات ولا 6 ولا شي حاجة. أما باش دير حزب تحت مظلة قداشنا هي، يطلعوا فيه انتهازيين والوصوليين، ويطلعوا فيه حتى بعض الناس نزهاء ولا ما فاهمينش ولا ما بغاوش يفهموا. ولهذا حنا هادشي ما خصوش يكون، خاص أحزاب مستقلة، وإلا ما كاينش. أنت أصلا ما كنتيش مستقل، شا تستقلية أنتايا تخرج باستقالتك؟ هذا لن يغير شيء. مش هذا هو الاصلاح اللي خاص، خاص اصلاح جذري ديال قانون الاحزاب، احزاب تكون مستقله. ملي ولات السياسه لعبه كيتخبعوا فيها البعض باش يمكن لهم يراكموا ثروات واستغلال المؤسسات اللي هما فيها باش يمكن لهم يعني يوصلوا للغنى الفاحش، وكيحسب لهم بانه هذه دوله فيها السيبه، احنا مازالين فوقت الاقطاع، ما كاين لا قانون ما كاين حتى حاجه. اليوم كنظن هاد الرؤوس اللي سقطت راه بدايه، راه ما يمكنش نوقفوا هنايا. حنايا راه خصنا نستمروا في محاربه الفساد باش الا بغينا نبنيو دوله الحق والقانون، باش غدا بغينا نلقاو مغرب يحترم على المستوى الدولي، اللي غادي يقدر يحافظ على السياده ديالو ويحافظ على مصالح الشعب ديالو.